مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. ودلوقتي جه ميعاد اللعب والتنطيط والهزار والمسابقات والحواديت كمان. يلا على طول نبتدي بالاسرتين اللي معانا وكلنا حماس عشان نبتدي صباحنا كده بانرجي حلوه وجميله. نبتدي بالاسره اللي على يميني ونقول الو. انا ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي جوري امجد. جوري امجد، عندك كام سنه؟ تسعة. ما شاء الله طويله. ما شاء الله. اوكي، اخوكي اسمه ايه؟ محمد. اسمي ايه يا محمد؟ اسمي محمد. ايوه، وعندك كام سنه؟ 11. 11، انت الكبير يعني، انت الراجل بقى. سنه كام انت بقى؟ 6. 6، ماشي. اخبار 6 ايه معاك؟ هي حلوه بس يعني في كده مشاكل صغيره في مذاكرته كده. بجد؟ اه. بس هنعديها، هنحاول نعديها. انت في الاول برضو لسه؟ اه. ولا ايه؟ لسه في الاول. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. ان شاء الله. نسمه. نسمه؟ اه. تشتغلي؟ اه. ايه؟ بس من البيت يعني، فاشن ديزاينر بس يعني لسه بمارس. اوكي، فاشن ديزاينر يعني بتصممي بايديكي وكده؟ الله. ترسمي بقى وباترو؟ الله، ده حاجه حلوه قوي. ماشي. امجد. امجد، حضرتك بتشتغل ايه؟ انا مهندس كهرباء. مهندس كهرباء. اه، بشتغل في الطاقه الشمسيه. ايه ده؟ الله. اوكي، نايس. فاهمين بابا بيشتغل في ايه؟ يقعد يحكي لكم يعني؟ اه يعني ساعات. ساعات بنفهم، نحاول نحكي لنا. اكيد الموضوع يعني صعب وكومبليكيتد، بس ممكن بشكل مبسط تبقوا فاهمين يعني. اوكي، انتوا اسره منين؟ القاهره؟ اصلكم من القاهره. اوكي، اسره الاستاذه ليلى وجايبه معاها ابن عمها الاستاذ مالك، صح كده؟ مالك، ازاي؟ الحمد لله. طب ما ترجع لورا كده عشان اشوفك كده واسمعك. ايوه كده، قول لي عندك كام سنه؟ 9. 9؟ انت بتسالني؟ تسعة؟ انت عندك 9؟ اه. انت تسالني انا؟ هو عنده 9؟ يبقى عنده 9، ماشي اوكي. طيب انت ابن عم ليلى. ايوه يا ليلى، ازاي؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 9. 9 بقى، ايه ده انتوا قد بعض؟ اه، مولودين بقى في نفس السنه وبتلعبوا مع بعض من انتوا صغيرين بقى وكده. نايس. ايوه، طب انت عندك اخوات اخت صغننه عشان كده عرفتي تيجي صح؟ اخ. اخ اسمه ايه؟ حمزه. مش عارفه ليه حسيتك نسيتي وبعدين انا فهمت ان انا اللي اتلخبطت. حمزه، اوكي. عنده كام سنه حمزه؟ 3 سنين. ايوه، عشان كده ما عرفش يجي يلعب معانا النهارده وجبنا ملوكي معانا. طيب ماما؟ انا اسمي شيماء. شيماء، اوكي. بتشتغلي شيماء؟ بشتغل اتش ار. اه، بخاف منكم. اه. كل الناس بتخاف. كل الناس بتخاف منكم اعتقد. اوكي، بس انت اتش ار طيبه شكلك. انا من اتش ار الطيبين. احنا هنوري النهارده جانب بقى الشركه انت بتشتغلي فيها ايا كانت ايه هي، هنوريهم بقى جانب تاني خالص. غير اللي بتزعق، بتشخط، بتخصم، يعني غير دي هنشوف بقى النهارده هتعمل ايه. اوكي. شريف محمد. شريف. اه. ايوه. اداره المشروعات. اداره مشروعات. مشروعات معينه يعني ولا عامه كده؟ لا عموما. عامه كده. عندنا مشروع، تعالى ديره. الله، حلو ده. ماشي اوكي. جاهزين نبتدي؟ جاهزين. طيب عندنا على طول كده قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا، انا احب اعرف انتوا عارفين بعض قد ايه. اوكي، نبتدي بهذه الاسره السعيده. استاذ امجد، ايه اكتر لون ما بتحبوش حضرتها؟ لا لا مش لا، اللون الاسود. جوري. صح. جوري ولا لا؟ جوري حضرتها دي. جوري. جوري. ايوه. برضه اللون الاسود. اللون الاسود بتكرهه يعني؟ بتكرهيه يعني؟ اه. اوكي ماشي. بابا، ايه اكتر لون بتحبه ليلى؟ البيربل. البيربل بجد يا ولد؟ ماشي. ماما، ايه اكتر اكله مش بيحب ياكلها بس بياكلها محمد؟ لا انت عارفه. المانجا. المانجا بجد؟ الجوافه. مانجا والجوافه بجد؟ ما باكلهمش خالص. بيعملوا مانجا. خلاص مش لازم يعملوا لك ايه؟ فهمنا. فهمنا حبيبي، الف سلامه. مش عجباني. جوافه بتعمل مشاكل في المعده. معلش يا حبيبي، سلامتك. طبعا بتعمل لك مشاكل في المعده، يبقى خلاص نتجنبها. ماما، قولي لي يا ماما، قولي لي ليلى بتحب تاكل ايه اكتر اكله؟ ليلى بتحب المحشي. المحشي فعلا؟ محشي ايه بقى؟ هي بتحب الكوسه. ايه ده بجد؟ الله، يا مزاجك، مزاجك رايق قوي. قولي لي يا استاذه جوري، مين اكتر حد بابا بيشجعه في الكوره؟ النادي الاهلي. ماشي اوكي. لعيب بقى؟ اعتقد محمد صلاح. بجد الكلام ده؟ ماشي، كلنا بنشجع محمد صلاح. مفيش حد ما بيشجعوش. قولي بقى حضرتك، العم والد مالك، مين اكتر حد صاحبه؟ اكتر حد صاحبه؟ اه، بيست فريند يعني. لا مش عارف. مش عارف؟ اخوك. اخوك يا مالك؟ اخو يوسف. اخوك فعلا؟ اه. طب شيل ايدك كده من هنا. اخوك؟ ماشي اوكي. بحبه جدا. طب عرفنا خلاص، نجحت. عديت. طب قول لي يا استاذ محمد،
ايه اكتر لون ماما بتحب تستخدمه في الديزاينز بتاعتها؟ في الديزاين بتحب تستعمل ابيض. ابيض؟ ابيض وازرق. ابيض وازرق؟ الله ماشي، حلوه البالت دي. طيب قولي لي يا ليلى، ايه اكتر لون ماما بتحب تلبسه في لبسها؟ اي ثينك الاسود. اسود فعلا؟ يعني هو الاسود والابيض يعني. اسود والابيض عشان جاي ابيض النهارده، بس اوكي هنعديها. طب ملوكي اخر سؤال بقى، اخر سؤال هنا واخر سؤال هنا. ملوكي تعرف عمه بيشجع نادي ايه؟ لا خالص. تقعدش معاه؟ ما تتفرجش على ماتشات؟ لا خالص. طب قول. ده احنا يعني اهلاويه سوا. اهلاويه سوا؟ طيب والله اهلاويه سوا. ماشي. محمد تعرف ماما بتكلم مين في التليفون اكتر حد؟ اكتر حد مامتها. مامتها؟ ماشي اوكي. طيب حلو قوي، احنا كده متعرفين على بعض بشكل كويس وكويس جدا كمان. خلينا نخش بقى على طول نبتدي الاسئله بتاعتنا. عندنا ثلاث مراحل اسئله، انا مين او انا ايه، كل الاسره بتشترك فيها. وعندنا مرحلتين تانيين الاطفال بس هم اللي بيجاوبوا، اللي هي صح وغلط واختيارات. نبتدي على طول بقى، انا مين او انا ايه اللي الاسره كلها بتشارك فيها. والسؤال الاول، الاسره دي انا عاصمه دوله المغرب. عاصمه ايه؟ دوله المغرب. ايه؟ خمسه اربعه كازابلانكا ثلاثه الرباط. هنا السؤال، هنا انا عاصمه دوله تونس. دي سهله قوي. خمسه ايه؟ قوي في ايه بقى؟ اربعه. طب ايه بقى؟ احنا ليه بنتفاجئ ناسا؟ ثلاثه اتنين ايه؟ لا تونس. اه والله. ماشي مفيش. طب هنا أسرة جوري، أنا مهندس مصري مشهور سافرت إلى ألمانيا وأصبحت كبير المهندسين في مشروع إعادة إنشاء قطارات برلين المركزية. ده تخصصك. أنت عارفاه؟ أنا عارفاه بس أخدته في الدرس ناسية اسمه. طب إيه؟ قولي. دكتور إيه؟ مش مهندس مصري. ها؟ خمسة؟ لو قلت لك الاسم الأول هتقولي الاسم الثاني. أربعة؟ دكتور هاني. ثلاثة؟ هاني محمد؟ لا إيه ده؟ اثنين، ده أي كلام. واحد، هاني عازر طبعًا. عن هاني عازر اللي أنتِ لسه واخداه بقى ودارساه، ولد عام 1948 في مدينة طنطا، وانتقل للعيش في القاهرة لإكمال دراساته الثانوية، فاكرة الدرس؟ سافر إلى ألمانيا للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة بعد تخرجه من الجامعة سنة 73، وقلنا حقق إنجازات مدهشة وضخمة في مجال الهندسة. متخصص في الهندسه المدنيه، احد افضل مهندسي تشييد الانفاق والجسور في العالم كله. افتكرتي الدرس يا استاذه؟ انا هجهز اكلكم انا بقى. ماشي اوكي. هنا بقى، انا طريق كانت تقطعه السفن حول افريقيا وكان ياخذ الكثير من الوقت. دايما بنهزر حتى نقول انتوا خدتوا طريق راس رجاء الصالح. بالظبط كده، راس رجاء الصالح. شطاره. ماشي، انا الحاصل على الدوري الانجليزي موسم 2021 و22. حاصل ايه؟ الدوري الانجليزي 2021 و22. الحاصل على الدوري الانجليزي كره ايه؟ ليفربول. لا مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. وانت اللي قلت ليفربول في الاول يا بابا. ماشي، انا المنتخب الفائز ببطوله امم اوروبا اليورو الاخيره. فرنسا. لا ايطاليا. وانا ما قلتلكوش. طب ماشي، واضح ان احنا معلوماتنا الكرويه مدهشه في الاسرتين. تعالوا بقى على طول نخش على المهمه الاولى. نقف بقى كده، انتوا فهمتوا هتعملوا ايه؟ هنشجع. بالظبط يا ماما. يلا ابعدوا عن بعض كده عشان ايه ما يحصلش تصادم، ونقول ريدي ستيدي جو. ايوه بقول ما نحصلش تزرعها على البيت. يلا يلا ايكا. لا كره زرقاء كبيره، زرقاء وكبيره ومختلفه يا مالك. هاند يلا يا جوز. كبيره اكبر من كل الكور دي. زرقاء 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 لونها ازرق، لون التيشيرت اللي انت لابسه. بلو 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 بلو. يلا يا جوري يلا يا جوري. برافو يا جوري. بص يا مالك، بص وراك. يلا يا جوري. بص يا جوري. بص وراكم. ايوه ايكا. انتوا الاثنين بصوا قدامكم. زرقاء لونها بلو. هيا نجيبها. ازاي عملتوا كده؟ هتلاقيها. ازاي عملتوا كده؟ يلا يا جوري هتلاقيه. انت احسن لي حاجه. هتلاقيها يا ايكا. لا في طبعا. دور يا مالك، دور يا جوري. كيب سيرشنج. يلا. هو شكله هيلاقيها. يلا بسرعه. هتلاقيها يا ايكا. هتلاقوها هتلاقوها. دوروا دور قدامك. ان شاء الله ان شاء الله. خش يا حبيبي، بس انت انزل براسك كده.
ها هتلاقيها عندك يا هتلاقيها عندك بقى. انت واقف على ايه يا ترى؟ انت واقف على ايه؟ فين فين؟ جوري للعادة، مع ان مالك كان واقف عليها بقاله حبه. برافو يا جوري، هاتي الكوره. ايوه شكرا، يلا اطلعوا لي بقى كده. شاطر يا ملوكي، شاطره يا جوري، معلش هارد لك، عندنا العاب كتير تعوض فيها. يلا ارجعوا، يلا نرجع على طول نكمل الاسئله بتاعتنا. طيب المرحله الجايه الاولاد والبنات بس، شكرا، هم اللي هيجاوبوا فيها. شكرا. و الكبار مش هيجاوبوا، بس ممكن تستخدموا وسائل المساعده اللي هي ان هم يجاوبوا او انتوا تغنوا. يلا صح وغلط. اوكي ماشي، صح وغلط. الخياطون يقومون بتفصيل واصلاح الابواب الخشبيه. غلط طبعا. غلط. طبعا غلط. عمال الكهرباء يقومون بتركيب واصلاح المواسير التي تنقل المياه والصرف. صح ولا غلط؟ صح. غلط. غلط. ايه اخد انهي؟ غلط. غلط. ماشي طبعا غلط. اوكي طيب، تهاجم خلايا الدم. انتوا الاثنين البنت، انتوا جو اي، تهاجم خلايا الدم البيضاء الميكروبات التي تسبب الامراض للانسان. صح. غلط. 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 تهاجم خلايا الدم. صح. صح. البيضاء. صح. الميكروبات التي تسبب الامراض للانسان. الميكروبات. هي متاكده؟ يلا صح. لا محمد اختار صح. اختار خلاص ماشي صح. ها مين هيمشي ورا التاني؟ صح. خمسة أربعة. مين شاطر في الساينس؟ ثلاثة. استسلم. اثنين. صح. صح طبعا. صح. واضح انها اشطر في الساينس. ده هي متاكده جدا، عماله تقول لك صح. في انواع بتيجي منها، في انواع بتيجي من الميكروبات الابيض. خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء. شفت بقى التسرع بقى. ده هي متاكده، ما تقول لك امشي ورايا. ماشي هنا بقى ركزوا، عندكم وسيله مساعده. تنقل خلايا الدم الحمراء بقى الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الرئتين وخلايا الجسم. صح ولا غلط؟ صح. صح ولا غلط؟ غلط. اخد انهي؟ صح. صح. هتمشي وراه، امشي ورا البنات بقى. صح. صح طبعا. برافو يا بنات والله. لا مشرفين قوي البنات، مشرفين قوي. طيب ماشي، تعتبر دمياط مركز لصناعه الحديد والصلب في مصر. فكروا كويس، لو ما عرفتوش عندكم وسيله مساعده. غلط. غلط. مين اللي قال غلط؟ انا. برافو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مشرفاكي. المذاكره باينه يعني. بفكر. عوضنا هاني اللي ما افتكرناهوش. طب الحمد لله. يلا هنا، تشتهر المحله الكبرى بصناعه الغزل والنسيج. صح ولا غلط؟ صح. تشتهر المحله الكبرى بصناعه الغزل والنسيج. هو قال صح. صح. برافو يا مالك. برافو يا ليلى. طيب عندنا لعبه ثانيه، نشوف بقى البنتين اللي لا ده محمد. محمد تعالى وليلى تعالي. بابا اللي هيقول لك يا محمد، ماما اللي هتقول لك يا ليلى. جاهزين؟ يب. ايه ده؟ جاهزين؟ يب. يلا ريدي ستدي جو. على طول يا ليلى، على طول. سمان. سمان. يمين. ايوه صح. ارجع تاني. لو خبطتي قمعه او وقعتيه هتخسري. تمام. ايوه. لا لا يمين. ايوه. صح. بس شمال سنه. شمال. شمال سنه. شمال سنه. لا هترجعي من الاول. رجعي لورا. رجعي لورا. لا يمين سنه. خطوه كمان. يمين. ايوه. يمين سنه. كمان خطوه. كمان سنه. يمين يمين يمين. بس قدام. محمد. يمين. يا محمد. يمين. يا محمد. يمين. يا محمد. ايوه على طول. مش عارفه احسبها ازاي. محمد وصل بس هو اخر قمع، مش عارفه اعمل ايه. هو وصل الاول، انا خلاص ده اخر قمع. هو وصل الاول. برافو يا محمد، تعالي تعالي. محمد. طيب نخش على اللي بعده. بس برافو والله. نخش على اللي بعده. اختيارات. اختيارات برضه. انتوا الاثنين بس. انتوا الاثنين بس، ولو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. يوجد في فصل 17 ولد و14 بنت. 11 و14. وهناك 9 تلاميذ فقط لم يشاركوا في الرحله. 9. فكم عدد التلاميذ التي شاركت في الرحله؟ بس في 9 ما شاركوش. في الفصل 17 ولد وبنت. 17 ولد و14 بنت. في 9 ما شاركوش. في بقى 9 منهم ما راحوش الرحلة. يبقى كام واحد شارك في الرحلة؟ 17 بلس كام؟
تاني بالراحه 17 ولد و14 بنت يبقى 17 بلس كام؟ 17 بلس 14 حلو يبقى كام يا محمد؟ 31 حلوه قوي. في تسعه بقى ما راحوش الرحله يبقى كام واحد راح الرحله؟ اوكي ماينس 9 22 2 طيب انا هقول لك انا بقى استنى 23 24 22 22 حلوه قوي كان لازم تحسبها الاول برافو. هنا برضو لازم تحسبوها الاول. موقف عربيات في 30 سياره 30 خلاص و15 شاحنه 15 وست باصات 6 كم اجمالي عددهم في كام يعني هما كام 13 30 ها سياره 51 ماشي هي 51 طبعا كنت اقول لكم 50 و52 و51 برافو جدا. هو بابا سعد تقريبا قلت لها ايه قلت لها 51 انت قلت لها 51 وانا ما خدتش بالي 53 قلت لها 50 بجد؟ بجد؟ شكرا بابا بلخبطك وجاوبتي صح ماشي. بس مالك مبسوط قوي. هنا بقى من الحيوانات التي لا ترى اثناء الليل ويعتمد على احساسها بالحراره في اصطياد الفريسه القطط الكلاب التعابين. التعابين التعابين طبعا. هنا تعيش الدببة البنيه والسوداء في المناطق القطبيه الصحراء الغابات. برافو. ايوه يا ولد برافو ماشي. هنا يمكنك إجراء مكالمات فيديو مع أصدقائك من خلال السكانر، المسح الضوئي، الموبايل، الهاتف الموبايل. المحمول، البرينتر، الطباعة. طبعاً أكيد الموبايل، أكيد ده سؤال غريب قوي. يلا أحد الأدوات اللازمة لإجراء محادثات الفيديو الكاميرا، الأقلام، الصور. الكاميرا طبعاً برضو إحنا بنفكر في إيه دي أسئلة سرعة. طيب شطارة حلاوة طعامة كله جاهز وكله دماغه مصحصحة نشوف بقى أجسامنا أخبارها إيه في التوازن. فاصل. رحلة سعيدة رحلة سعيدة جينا للتوازن ونشوف بقى الأسرتين اللي معانا هيعملوا ايه النهارده في التوازن وربنا يستر. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا على طول نبتدي بمين؟ محمد. محمد مش معنى قررتي محمد. يلا يا محمد خليتها الكبش فيضة على طول. يلا يا محمد هتروح وهترجع وانا هقعد ارمي عليكم. شوفوا الموضوع سهل ازاي. يلا. ايوه ايه مالك عادي 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 ان شاء الله. ترمي اول حاجه ايه هترمي. انا هقعد ارمي عليك كور عادي. انت مالكش دعوه بيا. انت مالكش دعوه بيا. انت كمل. انت عارف انت كم اي طب ايه اللي وداك انت بتقع فيه؟ انت كويس يا محمد. الحمد لله. جوري يلا يا جوجو. ها يلا الله ايه انا عملت حاجه وانا عملت حاجه ده انا برمي كور بس ده انا برمي كور بس ايه ده؟ ايه جوري بتلعبي رياضه ها؟ بتلعبي ايه؟ جمباز. جمباز قلتي لي بقى على التوازن عشان كده يا جوري يا جوري ماشي. ماما استني استني الاسره كلها ماما والله تصدقي تصدقي يا ماما يلا في سنس بقى عند الديزاينرز سنس كده سنس يلا انا كمان هترمي عليا ايه ده ترمي عليكي اكتر عشان ولادي لا لا معلش يلا بينا يلا نشجع ماما سوري ايه الثبات الانفعالي ده ده ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه الحلاوه دي ده 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 ايه ده ده انا مسكت لك يلا كمل ايه ده ايه ده يلا يا ماما يلا يا ماما يلا يا ماما ايه الشطاره دي يا ماما ايه يا ماما ده الله اكبر مش ممكن برافو يلا يا بابا ايه احترافيه يلا يا بابا انا هطلع كده يلا يا بابا طب هو هيتحمل انا هطلع بس ايه كده يلا يا بابا هيستحمل طيب هيستحمل لا هو هيستحمل بس انا اللي مش هستحمل لو وقعت الناحيه دي لا مش هقع الناحيه دي يلا 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 يا بابا يلا يا بابا يلا يا بابا يلا يا بابا والله برافو يلا 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 يا بابا لا 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 والله بابا شاطر طب والله بابا شاطر بس هيقع 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 الحمد لله ما وقعش الحمد لله الحمد لله ماشي كده محمد بس اللي وقع معلش يلا يا ملوكي يلا يلا
حماس يا مالك، حماس، امشي بالراحة، امشي بالراحة، يلا، امشي بالراحة، امشي بالراحة، برافو يا مالك، برافو يا إيكا، شاطر، امشي بالراحة، 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 يا ولد بالراحة، تهدى الله أكبر، برافو، شاطر يا مالك جدا، يلا يا لولا، مالك كان واثق في نفسه قوي، تلعبي رياضة؟ طب يلا ربنا يستر ان شاء الله وتيجي زي اللوكا كده شاطره يلا يلا لا 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 جاتي جاتي معلش كده واحد وقع انت فرحان قوي انها وقعت محمد فرحان قوي انها وقعت تعالي يلا تعالي يا ماما يلا يا ماما معلش كده واحد قدام واحد عوضنا فرحان قوي يلا يا ماما ربنا يستر يلا يا ماما هيا بنا يلا من هنا مختلف خالص ان شاء الله ما تقعيش هتقع لا مش هتقع هتقع ولا مش هتقع بتقول هتقع ده ايه ده مفيش ثقه ده مفيش ثقه بنص جنيه برافو ايوه كده عشان تشجيع برافو احنا ما بنشجعش ماما ليه برافو يلا يلا الثقه اللي عند الاتش ار بتجنني يلا يلا بصي لو انت طيبه لو انت اتش ار طيبه ما بتخصميش والله طيبه مش هتقعي ان شاء الله لو انت بقى بتخصمي بقى وبتعملي الحركات دي اللي احنا كلنا بنتعب منها دي والله ما انا بتخصم دي انا طب اقول لك ايه بقول لك ايه رجع كملي الباقي عادي تعالي اقفي اقفي كملي عادي ماشي عادي انت بتتسحبي ليه ايوه طب ما حلوه اهي طب يلا يا بابا طبعا شرك ده انا مش متاكده منه هيعديك ازاي انت قعدت تقول هتقع بقى ومش هتقع غالبا انا اللي هقع هنشوف صح يلا يا بابا بلاش ايه التهور اللي في ايه ده تحاول تمسكهم كمان يا سيدي ماشي حلو ده حلو الله ده جامد قوي ده يلا بينا الحمد لله الحمد لله كده انا انقذت نفسي وكده الاسره اللي انتوا اسره الحمراء ولا الصفراء الحمراء ايوه الاسره الحمراء جوري الاحمر يبقى صبر على الاسره الحمراء هي اللي كسبت معانا تعالوا بقى نروح نشوف على طول هنعمل ايه في الفي ار الحمد لله جت سليمه جينا بقى للفي ار ونشوف بقى الاستاذه ليلى الاول هتعمل ايه معانا وهتعدي المرحله ولا مش هتعديها لعبتي في ار قبل كده يا لولا ماشي يعني عارفه اللعبه دي طب يلا نبتدي على طول ونشجع ليلى يلا يا ليلى يلا نشجع ليلى ابتدي يا ليلى دوسي بلاي وليلى ابتدت على طول شكلها عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه هنشوف بقى حس ايوه ماشي حسبي بسرعه جدا ليلى وقعت ومش مصحصحه ونشوف الفريق التاني جوري هتعمل ايه جاهزه يا جوري ليلى وقعت من بدري جدا هنشوف هتكملي ولا لا جاهزين تشجعوا جوري طب يلا بينا يلا يا جوري 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 برضو فاهمه بتعمل ايه بس احنا مش عارفين هتقع امتى خلي بالك طبعا خلي بالك هل هتقع في نفس الحته يا نهار ابيض يا قلقي وين لا 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 ايوه كده رجعي ورا شويه رجعي ورا سنه يلا يا جوري خليك زي ما انت بيقول لك زي ما انت ايوه ماشي يلا هو انت عارف انها شايفه احسن منك يلا شايفه المجسمات يلا يا سلام من كل حته حاسبي يا شوفي الله لا لا انزلي ارجعي ورا انت عند الشاشه ارجعي ورا يلا ايوه والله شاطره احسنتي طبعا كملي اهو شويه يا ترى هتكمل الاخر ولا ايه شكلها هتكمل الاخر شكلها هتكمل للاخر يلا يا جوري يلا يا جوري يلا ايوه بقى قربتي تخلصي فعلا قربتي تخلصي فعلا يا جوري برافو فعلا الله الله يلا شجعوها تاني يلا يا اخي حته ارجعي يا جوري سنه ايوه عشان تخبطي براحتك ايوه يس جوري برافو يا جوري تعالي هنا
جوري كسبت معانا في البي ار. تعالوا بقى نروح نسمع حدوته حلوه ونرجع نكمل لعبنا تاني. برافو. بكل أصحابي في رحلتنا السعيدة وفي أصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة يا أصحابي هنزور بيت غريب جداً وعجيب جداً، هو البيت الأزرق. البيت الأزرق ده بيت ملوش أبواب ولا له شبابيك، ممكن 5000 واحد يدخلوه في ثانية ويخرجوا منه. بيت عجيب جداً. تفتكروا يكون فين البيت ده؟ يكون موجود فين؟ في البحر. في البحر. البحر. إيه تاني غير في البحر يكون موجود فين ده؟ السما. السما؟ ما حدش فيكم شافه خالص؟ ما حدش فيكم دخلوا خالص؟ لا. ولا حد خالص شاف البيت الأزرق ده؟ ولا حد بيفضل قاعد كتير فيه كده وسايب كل حاجة حواليه بس هو مركز في البيت ده؟ لا. يعني البيت الأزرق ده بقى هو اللي فضل حسام قاعد فيه أول ما بابا جاب له التليفون. البيت الأزرق هو الفيسبوك. الفيسبوك هو البيت اللي فضل حسام قاعد فيه أول ما بقى عنده موبايل وعمل فيسبوك. طول النهار ما ورهوش حاجة غير إنه قاعد على الفيسبوك ده يكلم صحابه من خلال الرسائل. صاحبه يعزمه على عيد ميلاده يبعت له صور ورد. كل حاجة بيعملها من خلال الفيسبوك. ده صح؟ لا لا. إن إحنا ننسى كل حاجة حوالينا وبس كل علاقتنا بالدنيا هي الفيسبوك؟ لا لا. بس حسام بقى كده للأسف. أول حد بقى زعل مين؟ العصفور الصغير اللي كان كل يوم يجي عند شباك حسام وهو نايم يقول له إيه؟ يا حسام حسام اصحى يلا يا حسام. ويفضل العصفور بقى يغرد ويعمل ألحان جميلة. حسام يفتح عينيه من النوم على أنغام جميلة. العصفور يجي يخبط على شباك حسام بمنقاره. حسام يفتح له؟ لا. يسمعه؟ لا. لا. ملوش دعوة بحاجة، هو قاعد يبص في الفيسبوك بس. مين كمان اللي زعل؟ اللي زعل؟ العصفور. غير العصفور كان في جنينة قدام بيت حسام، كان دايما يروح الجنينة دي ويلعب هناك بالكورة مع أصحابه. الكرة واقفة في الجنينة مستنية حسام يجي. حسام ليه ما بيجيش؟ حسام خلاص ما عادش بيحب يلعب بيا ولا إيه؟ في حد ما يحبش يلعب بالكرة؟ لكن حسام ما بقاش بيلعب بالكرة، بقى بيلعب الماتشات على إيه؟ على التليفون. على التليفون. كل حاجة على التليفون. أنا عايز أعرف بقى، إحنا بنقعد طول الوقت نعمل كل الألعاب وكل الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها على التليفون؟ الأحلى إن إحنا نلعب بالكرة فعلا كده ولا ان احنا نلعب على الشاشه؟ على التليفون. على الكوره. الكوره كانت بتقول. انا احلى كلمه كنت بسمعها اما كان حسام واصحابه يقولوا جول كنت ببقى مبسوطه قوي وحاسه كده ان انا فيا طاقه يشطوني اجري ما تعبش. لكن دلوقتي انا واقفه ورا الشجره ما حدش بيعمل حاجه ولا حد بيلعب بيا ولا حد بيفكر فيا. أنا زعلانة وحزينة. مين اللي سمعت كلام الكورة؟ شجرة البرتقال قالت لها أنا كمان. فاكرة حسام؟ فاكرة حسام لما كان بيجي يجمع البرتقال اللي واقع في الأرض ويقعد يعمل منه عصير، يجيب العصير ده في إزازة ويشربها في الجنينة مع أصحابه؟ مين فيكم بياكل فاكهة؟ أنا. تحبوا الفاكهة؟ طب عارفين البرتقال ده إيه فايدته؟ البرتقال ده يا صحابي فيه فيتامين حلو قوي اسمه فيتامين جيم او فيتامين سي، بالذات في الشتاء لو كلنا برتقال او شربنا عصير برتقال نبقى صحتنا حلوه وعندنا مناعه. يعني ايه مناعه؟ يعني يبقى لو لا قدر الله اي ميكروب او اي حاجه نقدر احنا كمان ننتصر عليه ونقدر احنا كمان نهاجمه لان جسمنا فيه فيتامين سي. فلازم كلنا نبقى بناكل فاكهه وناكل خضار ومش بس ناكل الحلويات لأن دي مهمة جداً لصحتنا. حسام كان بيحب جداً البرتقال، كان دايماً يروح الجنينة يجمع البرتقال اللي واقع في شنطة
ويروح ياخده البيت ياكل منه شويه ويعمل منه شويه عصير ويبقى مبسوط ويشكر الشجره يقول لها شكرا يا شجره البرتقال لانك دايما بتدينا الفاكهه الحلوه اللذيذه اللي ربنا خلقها عشان احنا ناكلها ونستفيد بيها. حسام بقى بيجمع البرتقال؟ لا. البرتقال بقى بيقع من الشجره ويفضل على الارض لحد ما يبوظ. الشجرة تبقى زعلانة تقول أنا البرتقال ده نفسي حد يستفيد بيه، كان حسام بيجي هو وأصحابه ويجمعوا البرتقال ولو هما ما جوش كان هو يجمع البرتقال ويفرقه على أصحابه، ليه حسام ما بقاش بيجي؟ مين كمان اللي كان زعلان؟ الورد اللي كان في الجنينة، كان حسام كل يوم لما يروح الجنينة يحاول كده إنه إيه يشوف الوردة الجديدة اللي طلعت كده يتفرج عليها ويسقيها ويفضل يراقبها لحد ما تفتح وتكبر. نحب الورد؟ اه. الورد جميل؟ اه. طب مين فيكم زارع ورد بقى؟ حد فيكم فكر كده انه ايه يزرع ورده صغننه كده يشوفها بتكبر قدامه؟ طب لو حد جاب لنا هديه ورد بنتبسط؟ اه. ها؟ حلو الورد؟ الورد جميل وبيدينا احاسيس حلوه كده ونحس كده ان احنا مبسوطين. كان حسام يروح الجنينه ولما يلاقي الورد كده خلاص هيقع من على الغصن بتاعه كان يجمع الورد ده ويعمل كده بوكيه حلو كده صحبة وردة حلوة كده يروح يقدمها كده لأصحابه لما يبقى صاحب ليه عنده عيد ميلاد كان حسام يعمل له كده باقة وردة حلوة يربطها بشريطة كده ويحط فيها كارت ويقول له كل سنة وانت طيب. دلوقتي لما يجي أي عيد ميلاد حد من صحابه يروح بعت له صورة إيد ماسكة ورد وعاملة كده. شفتوها الإيد دي؟ آه. مين فيكم عنده فيسبوك؟ أنا. طب انا عايزه اقول لكم حاجه بقى، انتوا طالما عندكم بقى فيسبوك بتقبلوا صداقه اي حد كده؟ لا. اي حد كده تقبلوه تدخلوه الفيسبوك؟ لا. واحنا بنقول ليه البيت الازرق؟ الفيسبوك ده عامل زي البيت، احنا بندخل اي حد البيت؟ لا. اي حد يخبط كده على الباب ما نعرفوش نقول له اهلا تعالى اتفضل؟ لا. خلوا بالكم انه الفيسبوك ممكن يكون مفيد انكم تتعرفوا على اصحاب جداد تعملوا صداقات بس في حدود، مش اي حد نقبله، مش اي حد نتكلم معاه، مش أي حد يسألنا سؤال نجاوب عليه من غير ما نسأل بابا أو ماما. لازم يبقوا عارفين عننا كل حاجة بالذات في الحاجات دي. لكن حسام كان متسرع جدا، كان أي حد يعمل له طلب صداقة يوافق يبقى فرحان قوي يقول له بابا عارف يا بابا أنا بقى عندي كم صديق، أنا بقى الوقت عندي 3000 صديق. طب هم دول أصدقاء بجد؟ لا. يعني هو يعرفهم؟ لا. المهم الأصدقاء الحقيقيين أصدقائنا اللي احنا بنشوفهم وبنكلمهم واللي بنثق فيهم. لكن حسام للأسف ما كانش بيعمل كل ده، كان فرحان واستغنى بكل حاجة حواليه وقال بس كفاية إن عندي إيه؟ الفيسبوك. الفيسبوك. مر يوم واتنين وتلاتة وأصحاب حسام خلاص زعلوا منه لأنه خلاص ما عادش بيكلمهم. يكلموه يرد عليهم برسالة، يقولوا له يا حسام عايزين نتقابل، أنت وحشتنا، يقول لهم إحنا بنتكلم على الفيسبوك، يا حسام ده عيد ميلاد تعالى احضر، يقول لهم إيه؟ لا 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 لا. بكرة بقى أنا عندي أصلي ماتش هلعبه مع صاحبي ومش فاضي أجي أحضر. في يوم من الأيام حسام ماشي في الشارع وحاجة وحشة قوي إن إحنا نمشي في الشارع ماسكين الموبايل وبنبص فيه. ربنا خلق لنا عينين اتنين، نبص إزاي بيهم على الموبايل وما نبصش للطريق اللي إحنا ماشيين فيه. ينفع كده؟ لا. حسام ماشي ماسك الموبايل ويا سلام عمال يقرأ بقى رسالة حد بعتها له، وفجأة في رصيف هو ما شافوش اتكعبل ووقع وقعه جامده جدا والرصيف كان عالي، رجليه وجعته والموبايل حصل له ايه؟ اتكسر. اتكسر. اه يا رجلي، اه يا رجلي، ما بقاش عارف يعمل ايه. يا بالصدفه واحد صاحبه شافه راح مكلم باباه في التليفون وقال له حسام وقع ورجله وجعاه ومش عارف يتصل بحضرتك عشان الموبايل اتكسر. بابا جه اخده وداه للدكتور والدكتور قال له لازم يا حسام ترتاح على الأقل أسبوع في البيت ما تخرجش. حسام كان زعلان عشان حاجتين، إيه هما بقى؟ التليفون واللي هو رجله. عشان رجله وجعاه وعشان التليفون اتكسر. أول يوم حسام قال طب أنا هعمل إيه؟ أنا قاعد زهقان، أنا إيه اللي هيسليني؟ نام بدري لأنه كان تعبان، والصبح بدري والصبح بدري لقى مين اللي بيخبط على الشباك؟ العصفور. حسام يا حسام انا جيت اسلم عليك واقول لك سلامتك يا حسام. يا العصفور انا كنت نسيتك. قال له بس احنا ما نسيناكش يا حسام، احنا اصحابك القدام، انت فاكرنا ولا لا؟ مش انا العصفور اللي كان بيصحيك كل يوم؟
قال له يعني انت مش زعلان مني؟ قال له لا شويه صغيرين بس دلوقتي انا مش زعلان لانك تعبان. لو كنت مش تعبان كنت هقول لك انا زعلان منك، لكن دلوقتي عشان انت تعبان فانا لازم ايه اسليك واقف جنبك. العصفور كل يوم كان يجي لحسام وحسام يسمع تغريد العصفور يتبسط، ويوم والتاني وصحاب حسام فكروا وقالوا احنا صحيح كنا زعلانين من حسام لكن طالما هو تعبان يبقى احنا لازم نزوره ونطمن عليه، بس يا ترى نجيب له ايه؟ احنا لو حد من صحابنا تعب وغاب من المدرسة او كان صاحبنا بنروح معاه النادي مش لازم نطمن عليه ونزوره؟ حتى لو كنا زعلانين منه شوية يعني أدام هو تعبان يبقى لازم بقى نزوره. أصحاب حسام فكروا إن هما لازم يروحوا يزوروه يطمنوا عليه، وفكروا إن هما يجيبوا له هدية جميلة حتى لو كانت بسيطة. تفتكروا بقى هيجيبوا له إيه؟ كورة ورد. برافو عليكم، كل واحد جاب حاجة، واحد جاب الكورة، واحد جاب الورد، واحد جاب له برتقال عشان يفكروه بكل الحاجات اللي كان بيعملها زمان ودلوقتي ما عادش بيعملها بسبب الفيسبوك. حسام فرح قوي، قال ياه انا كنت فاكركم خصمني وزعلانين مني. قالوا له احنا كنا فعلا زعلانين بس مش زعلانين منك قد ما زعلانين ان انت وحشتنا وعايزين نشوفك. كل واحد فينا جايب لك حاجه صغيره بس هتفكرك بحاجات حلوه ولحظات حلوه وايام حلوه احنا كنا بنتبسط فيها سوا. الورد ده يا حسام مش كنا بنروح الجنينه نجمعه سوا؟ حسام قال لهم صحيح. والكوره دي يا حسام مش كان عندنا كوره زيها واقفه في الجنينه زمانها باظت كنا بنلعب بيها؟ قال لهم صح فعلا وكنا بنبقى مبسوطين قوي واحنا بنلعب. والبرتقال ده يا حسام مش كنا كلنا بنروح الجنينه نجمعه ويوم ما منروحش انت كنت تروح تجمعه وتدي كل واحد مننا برتقال؟ قال لهم فعلا. قالوا له احنا النهارده جينا عشان نفكرك ان كل الحاجات دي ما نقدرش نستغنى عنها وان احنا مهما كان عندنا فيسبوك بس برضو لازم نقعد شويه مع اصحابنا على الفيسبوك، بس برضو لازم نقابل صحابنا ونقعد معاهم ونلعب معاهم لان ده احلى، احنا نتبسط لما نشوف صحابنا ونتكلم معاهم ولا لما نكلمهم على الفيسبوك؟ ان احنا نشوفه ونلعب معاه. حسام فعلا قال لهم انا مبسوط قوي ان انتوا جيتوا وفعلا كنت وحشني جدا وكان وحشني طعم البرتقال وكان وحشني الورد الجميل وكان وحشني العصفور وكان وحشني الكوره ان احنا نلعب بيها سوا. بعد ما حسام خف وراح المدرسه تاني ما بقاش يقعد كتير على الفيسبوك، ولما جه عيد ميلاده بابا جاب له بقى هديه جميله جدا. تفتكروا بابا حسام جاب له ايه؟ تليفون. فعلا جاب له تليفون، بس بابا قال له انا جبت لك التليفون يا حسام لان انت دلوقتي هتعرف ازاي تستعمله صح، والبيت الازرق ده ما عدتش هتقعد فيه كتير زي زمان، هتقعد فيه وقت صغير كل يوم وتنقي الاصحاب اللي يبقوا معاك في البيت الازرق ده، مش اي حد يبقى صاحبك ويقعد معاك فيه، لكن اصحابك الحقيقيين اللي بتشوفهم وتلعب معاهم هم دول اصحابك اللي هيفضلوا معاك ان شاء الله لحد ما تكبروا وتتخرجوا وكل واحد فيكم بقى يشتغل، هتفضل الصداقة اللي بينكوا دي موجودة طول العمر. طبعاً مش ممكن تكون زي صداقة الفيسبوك بناس انت ما تعرفهمش وما بتشوفهمش على الحقيقة. حسام قال لبابا فعلاً يا بابا أنا تعلمت وخلاص بعد كده هدي كل حاجة وقتها وهدي كل حاجة حقها، هروح مع أصحابي الجنينة نلعب وناكل البرتقال والورد الجميل ده نهتم بيه ونرعيه وبعد كده نلعب الكورة، وقت ما يبقى عندي وقت فاضي ممكن شوية أفتح الفيسبوك وأقعد أتفرج على الصور اللي فيه أو لو كان لي أصحاب صغيرين أكلمهم وأطمن عليهم. بعد كده حسام بقى واحد تاني خالص، بقى منظم كل حاجة بيعملها في وقتها، وبابا اتبسط منه وكل أصحابه رجعوا تاني يكلموه ويصاحبوه زي زمان. إيه رأيكم بقى في قصتنا البيت الأزرق؟ حلوة حلوة؟ إيه بقى اللي عجبنا فيها؟ عجبنا إن أصحابهم طول ما هو عمل لهم حاجة هم برضو مصالحين، يعني هم برضو حتى اللي كانوا زعلين منه لما عرفوا ان هو عيان قالوا لا احنا لازم نروح نزوره ونطمن عليه. حلو قوي. ايه كمان؟ عشان هو عمل خير وهم عملوا خير زيه بالظبط كده، وان اصحابه ساعدوه. يعني حسام خلاص عرف دلوقتي وتعلم كمان من غلطه، مهم قوي ان احنا نتعلم من الغلط اللي احنا نعمله. صح؟ صح.
أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة عن البيت الأزرق اللي عرفنا في الآخر إن البيت الأزرق ده هو فيسبوك. الفيسبوك. وأتمنى أنكم تعرفوا إزاي تستعملوا صح الفيسبوك، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سميحة. هنا بقى اللعبة الترابيزة بتاعتنا، أو اللعبة بتكون لعبة المتاهة. عارفين يا بنات هتعملوا إيه؟ طب يلا على طول نخش في الموضوع ونقول ready steady and استني مش عارفة تقف go يلا جامد يا لول. أيوة برافو يا ليلى، برافو يا جوري، جوري مركزة قوي، برافو يا جوري قوي، برافو يا ليلى جدا. اوكي برافو يا جوري، اوعي ترجعيها. رجعت زي ما توقعت. يا نهار ابيض الهوا رايح جاي اصله من البنات. مش معقوله فعلا، مش معقول. ليلى يا عيني برضو ايه انتوا هواكم مأثر على بعض. انتي هواها مأثر على كورتك وهواكي مأثر على كورتها. دخلت، برافو برافو يا ليلى. وسعوا البعض، وسعوا البعض وما تلمسوهاش، ما تلمسوهاش، ما تلمسيهاش يا جوري. شكرا ليكي قوي. الاثنين في نفس المرحله. شكرا ليكي قوي. قتلها. مين بقى اثنين في نفس المرحله؟ اثنين في نفس البلوك. اوه ليلى اوعي ترجعي. جوري، جوري اللي كسبت وهي اللي دخلت الكورة الأول. تعالوا نشوف مين هيعمل إيه تاني على نفس الترابيزة. جينا لتاني لعبة الترابيزة معانا، وهنشوف بقى الأستاذ محمد والأستاذ مالك هيعملوا إيه، ومين هيدخل أكبر عدد كور في الكوبايات. وفي حماس شديد، جاهزين؟ واحد واحد بقى علشان الكور ما تخشش مع بعضها، أوكي؟ ريدي ستيدي جو. يلا ماشي، ها يلا ماشي، ها يلا. حاول تنزلها على الترابيزه يا مالك. برافو ماشي، حاول تنزلها على الترابيزه. برافو ماشي. واحده دخلت، خليكي انت مكانك. لا لا هات، مالكش دعوه. ايوه برافو. الله ايوه شفتها. الله الله انا مش لاحقه. استنى استنى يا ابني استنى، خد دي عيدها. يلا ماشي. اي ولا دي ولا دي. ايه يا حلاوه ده. محمد محمد بس مالك كان عامل برضه يعني شغل عالي عالي عالي، وكان فاضل له كوبايه واحده بس. بس جود لك والله، جود جوب يا رجاله. برافو مالك، برافو محمد. تعالوا نشوف هنعمل ايه على نفس الترابيزه، واللعبه الثالثه اللي معانا هتكون ايه. طيب دلوقتي محمد خسر في اللعبه وليلى خسرت في اللعبه الاولى، هنشوف بقى محمد وليلى مين اللي هيكسب في اللعبه دي. عايزين بقى حد فيكم يكسب، اكيد في حد فيكم هيكسب. هنشد براحه جدا، الكره لو وقعت خسرته. في اسهل من كده؟ مرحله واحده بس، هي مرحله واحده بس للاسف، مفيهاش اعاده للاسف الشديد. ريدي ستيدي اند جو. براحه جدا، دقه ثبات انفعالي تركيز وتحكم، هي دي اللي اللعبه دي محتاجاه. الكره بتتحرك عندك جامد يا محمد. ليلى في تأني راهي. محمد محمد طب اثبت، طب عشان تثبت ما تخليهاش، ما تخليهاش توترك، ما تخليهاش توتر. لسه بقول لسه بقول لسه بقول محمد خسر، بس هنشوف هتكملي لحد امتى يا لولا. هنشوف يا لولا شطارتك لحد امتى يا لولا. هتقع برضو عشان انتوا ما بتستنوش عليا لما بتتهز، ولا مش هتقع؟ ولا مش هتقع؟ مش هتقع، مش هتقع، واثقه في نفسها. ايوه وقعت في الاخر، بس برافو ليلى، الحمد لله ليلى عوضت. تعالوا بقى نشوف اخر لعبه ترابيزه معانا النهارده كلهم هيعملوا فيها ايه. جينا لاخر لعبه ترابيزه، ونشوف مين بقى الفريق اللي هيكسب منهم هما الاثنين. كله جاهز؟
انتوا هتحركوا الكور وانتوا هتعملوا الازايز، اوكي؟ يلا نبتدي واحد واحد عشان ايه الحق اركز معاكم. استنى احنا لسه عملنا حاجه. ابتدي يا ليلى. الله، حرك كوره ناحيتك. هو انت مالك انت؟ ما جاتش. يلا يا ليلى. ماشي، يلا يا جوجو. يلا يا ليلى. حرك. يلا يا جوجو. اديله الكوره، اديله الكوره. ماشي، يلا يلا يا ليلى. برافو يا ليلى، حط حركها. ايوه ناحيتك، برافو. يلا يا جوجو. ماشي، يلا. ده مش ممكن. ايه يا ليلى ده؟ عايزين تبدله، بدله 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 بسرعه. يلا، مفيش برضو. ها ها يلا يا ربي، واحده بس هتكسبه لسه. انت بتعمل ايه؟ بتصحى. يلا 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 جوجو. يلا 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 يا ليلى. حطها، رجعها. يلا يا ليلى. يلا يا يلا محمد. يلا يا ليلى. يلا يا جوجو. ايه ده؟ احنا كسبنا اصلا، احنا كسبنا اصلا. ايوه يا لولو، ليلى ومالك هما اللي كسبوا. وبكده يبقى وصلنا لغايه اخر العابنا النهارده. احتفالات رهيبه جدا جدا جدا. استنونا في نفس الميعاد بكره، عندنا الجزء الثاني من رحلتنا لسه مكمله بكره في نفس الميعاد. ودلوقتي نقول لكم ايه، باي باي.